أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وعزه وفي البحر عظمته وفي الجنة رحمته وفي النار سطوته وفي كل شيء آيته وحكمته. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات ربي وسلامه عليه. واتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وعلى آله والمقتفين للأثر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلا وصاحبها في النار. نعوذ بالله من النار ومن مآل أهل النار.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، كما نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أيها الأحبة في الله، حديثنا وموضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان الصلاة مفتاح للرزق الحسن. الصلاة مفتاح للرزق الحسن. الرزق سواء كان مالا أو عقارا أو ولدا أو غير ذلك، الرزق الذي كان ولا يزال ولن يزال أهم قضية لدى الشعوب والأفراد. وشعار الناس اليوم المال سبب السعادة أو الكروب. الرزق نعمة من نعم الله تعالى، لكنها تحولت لدى كثير من الناس إلى طوفان كبير وكبير وشر مستطير. الرزق منة وفضل من الله، لكنه صار مفرقا للجماعات وهادما للأسر والمجتمعات. فكم من أسرة فرق شملها، وكم من جماعة شتت شملها، وكم من رحم من أجله قطعت، وكم من محبة تلاشت وقلعت. كم أضل من القلوب، وكم جلب من الكروب، وكم جر من الذنوب. وصدق صلى الله عليه وسلم القائل: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وإنما قلت الصلاة مفتاح للرزق الحسن لأن الرزق نوعان، لأن الرزق نوعان: رزق حسن حلال عذب زلال، ورزق مذموم حرام وهو مرتع الأنذال واللئام. حديثنا عن الرزق الحسن فهو ما كسب عن طريق المشروع ولم يصدك عن الواجب، ما كسب من طريق مشروع شرعه الله عز وجل ولم يصدك عن الواجب. أما الرزق الحرام العفن فهو ما كان من طريق غير مشروع أو صدك هذا الرزق عن الواجب، فذاك مهلكة من المهالك يؤتاه الكفار والفجار كذلك. فما السبيل إلى تحصيل الرزق الحلال؟ ما هي مفاتيح القناعة التي ضاعت معالمها اليوم؟ وما أسباب البركة التي طويت أعلامها؟ ما السبيل إلى أن أحظى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به؟ اعلموا معاشر المؤمنين أن أعظم مفاتيح الرزق الحلال هو المحافظة على الصلاة. أعظم مفاتيح الرزق الحلال هو المحافظة على الصلاة وطاعة الكبير المتعال. أدعوكم معشر المسلمين والمسلمات لتتأملوا معي نصوصا من كتاب الله، أدعوكم كي تتأملوا معي نصوص من كتاب ربنا عز وجل الذي أضعناه اليوم ونسيناه وتركناه وهجرناه. أدعوكم لتتأملوا نصوصا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى فيها ربطا عجيبا بين الصلاة والرزق. أقول هذا ليزداد الذين آمنوا إيمانا وثباتا على الصلاة وإحسانا. أما النص الأول فهو قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما كان عباد الله السعي وراء الرزق والمال هو الصارف عن الصلاة وعن هذه الشعيرة العظيمة، ختم الله الآية بما يدل على أن الله قد ضمن لك رزقك، فقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويؤكد ذلك رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي أنزل الله عز وجل هذا المال لا لأجل اللهو ولا لأجل اللعب ولا لأجل التفاخر ولا لأجل
شهوات الدنيا وملذاتها، وإنما أنزل الله تعالى المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو كان لابن آدم واد من ذهب لحب أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لحب أن يكون إليهما ثالث. وليملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ومن أعظم الأحاديث في هذا المعنى ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، تفرغ لهذه العبادة التي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس، ما أوجدك الله عز وجل إلا لتحقيق هذه الغاية، إلا لتحقيق العبودية لله. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. عباد الله، النص الثاني من النصوص التي أدعوكم لتأملها، قال الله عز وجل وهو يبين سبب انصراف الناس عن الصلاة. الله عز وجل يقول في القرآن وهو يبين لنا في هذه الآية السبب الذي يجعل أكثر الناس ينصرفون عن الصلاة، فلا يؤدونها ولا يقيمونها ولا يصلونها في وقتها ولا يؤدونها في جماعة في بيوت الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وأبقى. فما العمل؟ قال الله تعالى بعد هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك، زوجتك، أبنائك، أولادك، من أنت مسؤول عنهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فانظر كيف بين أن الرزق الحلال لا طريق له ولا سبيل له إلا بإقام الصلاة، بل والصبر على إقامها وأمر الأهل بها، خاصة أو الصلاة خاصة من بين جميع العبادات الأخرى، لأن الصلاة شفاء لداء المغريات وسموم الشهوات. النص الثالث، تأملوا معي قوله تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا ذم ووعيد شديدان لمن أضاع الصلاة، ثم قال بعدها: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من انتهى، أي إلا من انتهى عن إضاعة الصلاة، فأولئك يدخلون الجنة، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. ولكن ما ثواب من أقام صلاته فيها؟ قال الله تعالى: لا يسمعون فيها في الجنة لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. سبحان الله، ذكر الله عز وجل الرزق الرغد لأنه عز وجل علم أن طلب الرزق هو أعظم ما يصرف الناس عن عبادته. قال العلماء: ليس في الجنة بكرة وعشية، ولكن ذلك كناية على دوام الرزق فيها، وأن الرزق في الجنة لا ينقطع. أدعوكم إلى تأمل النص الرابع من هذه النصوص المباركة. تأمل أخي المسلم حال مريم عليها السلام التي قال الله في حقها: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله، تأمل، قال الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا، لفظة كلما تفيد التكرار، كلما دخل عليها زكريا المحراب فكانت عليها السلام حريصة على الصلاة، فكان إذا دخل عليها نبي الله زكريا وجد عندها الرزق الحسن، فعندئذ أدرك زكريا عليه السلام ذلك، فقال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
فإن استجاب الله عز وجل دعاء زكريا وإن رزقه الله تعالى الولد. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أتى الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. رزقه الله عز وجل الولد ونبيا كذلك رزقه وجاءته البشرى وهو يصلي. فالصلاة مفتاح من مفاتيح الرزق. النص الخامس أدعوكم لتتأملوا أيضا حال نبي الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وهو منصرف عن أهله فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فقد ترك إبراهيم عليه السلام هاجر وإسماعيل صبيا وحيدين، ولكن أين تركهم؟ تركهم بواد غير ذي زرع، أي بأرض جرداء قاحلة، فانصرف عنهم وذهب وتركهم، ولكنه دعا الله وطلب. وتأمل في هذه الآية أنه ما سأل الله الرزق لأهله حتى ذكر الشر. تأمل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فذكر الشرط: ربنا ليقيموا الصلاة. فلما يحقق هذا الشرط فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فسخر الله تعالى لأهله عينا ماؤها طعام طعم وشفاء سقم، ثم جعل أفئدة من الناس تمر بذلك المكان الذي لا يمر به عادة الناس لانعدام الماء والكلم فيه، ولكن الله يفتح على عباده بما يشاء كيفما يشاء إذا كانوا يعظمون ما يشاء سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويفوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، عباد الله، فإن من النصوص التي نقف عندها فنتأملها لنرى إلى حد ارتباط الصلاة بالرزق الحسن النص السادس: آيات الطلاق في سورة البقرة. فتأمل كلام الله تعالى عن الطلاق، وذلك بعد 17 آية تحدث الله تعالى عن عدة المطلقة وعن عدد التطليقات، ثم عن الخلع، ثم عن وجوب النفقة والمتعة على المطلق، وأنه إن طلق ولم يدخل بها فإنه يتنازل عن نصف المهر، وأما لو كانت الفرقة خلعا فإن المرأة ترد له مهره كله. مما يجعلنا نرى الطلاق يحيط به دفع مال أو تنازل عنه. هنا يحضر حرص كل من الطرفين على المال، كما قال تعالى في سورة النساء: وأحضرت الأنفس الشح. فما الدواء الذي ذكره الله تعالى لهذه المسألة؟ ابتدأ الكلام حول الطلاق في الآية 225، وقطع الكلام عنه في الآية 237، ثم استأنف الكلام عنه في الآية 239. فماذا قال الله تعالى بين ذلك؟ قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لو استعمل أحد من البشر هذا الأسلوب لعد من الخارجين على الموضوع لا شك في ذلك، ولكن إذا علمنا أن هذا كلام الله تعالى أدركنا أن فيه علاجا لقضية الشح، فحتى لا يجحد الرجل حق المرأة ولا تتعسف المرأة في حق الرجل، ذكر الله تعالى بما يبسط الله به الرزق على عباده، ألا وهو المحافظة على الصلاة. النص السابع
ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر، الذي تفوته صلاة العصر، وما أدراك ما صلاة العصر؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال البخاري: وترة الرجل إذا قلت له، أو وترت الرجل إذا قلت له قتيلا أو أخذت له مالا. يعني من ترك صلاة العصر عمدا فلم يصليها في وقتها بل صلاها حتى خرج الوقت، فكأنما وتر الإنسان أهله وماله. وإنما خص صلاة العصر كما خصها الله تعالى بالذكر في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأن وقت العصر يكثر فيه سعي الناس نحو تحصيل الرزق مما يلهيهم ذلك عن صلاة العصر، فمن فاتته العصر فقد وتر أهله وماله. إذا تأملت ذلك كله فانظر حواليك إلى من صاروا يضيعون صلواتهم بحجة العمل والسعي وراء القوت، فانقلبت الموازين وضاعت المفاهيم واندثرت عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وزكريا ومريم في عقر ديارهم. صار الناس اليوم يضيعون الصلاة فلا يصلونها في وقتها بحجة العمل، وإذا سألته قال: العمل عبادة. نقول: نعم العمل عبادة، ولكن ليس في أوقات العبادة، فإن الله عز وجل أوجب علينا واجبات وفرض علينا فرائض فلا ينبغي أن تضيع. النص الثامن: روى الإمام أحمد وأبو داود عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. لا تسب الديك، هذا حيوان، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. فانظروا أيها الكرام إلى تعظيم الله عز وجل لهذا الحيوان. سخر له نبيا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يدافع عنه السب والشتم ويحرم انتهاك عرضه فقط لأنه يوقظ للصلاة. فالذي حماه وصانه وعظمه ورفع مكانه لا شك أنه يحميك، ولكن إذا سمعنا الديك يوقظ للصلاة فما هو الذكر الذي يقوله المسلم؟ جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله رزقه وبركته، لأن الفضل هو الرزق كما قال سبحانه وتعالى: وابتغوا الله من فضله. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهو نداء لأهل الإيمان، إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. روى أحمد والترمذي عن كعب بن عيار رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، إن لكل أمة من الأمم التي أو الذين سبقون إلى هذا الوجود وإلى هذه الحياة لكل أمة فتنة، إلا أن فتنة هذه الأمة هو المال. قال الحسن البصري رحمه الله: إن لكل أمة وثنا يعبد، ووثن هذه الأمة الدرهم والدينار. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله تعالى وأجملوا في الطلب، فإننا عند الله لا ننال بمعصية الله. وقال: لو فر ابن آدم من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه،
كما يدركه أجله، فلا داعي لتضييع الصلاة ولتضييع ما أمرك الله عز وجل من أجل السعي والركض والجري وراء رزقك، فرزقك مضمون، نحن نرزقك والعاقبة بالتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا من المحافظين على الصلاة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمورنا واقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف الأصحاء منا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك واصرف قلوبنا لطاعتك واهدنا سبل السلام. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم احفظهم بحفظك واسترهم بسترك وحرصهم بعينك التي لا تنام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام فيه شرعك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قبل ما انزل من المنبر لا يفوتني أن أذكر إخواني المسلمين في هذا اليوم المبارك أن المسجد الذي نصلي فيه له مصاريف كثيرة، فجزاكم الله خيرا، أنتم وفقكم الله اليوم، وفقكم الله تعالى لحضور وسماع خطبة الجمعة، وسنصلي إن شاء الله تعالى بعد الخطبة. فهذا العمل لا يوفق إليه إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى، فاجعل أخي المسلم في هذا اليوم صدقة تضعها في بيت الله عز وجل. هذه الصدقة قد تكون كثيرة أو قليلة، صغيرة أو كبيرة، ولكنها صدقة تجدها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، والله سبحانه وتعالى يبارك لك في رزقك ويبارك لك في مالك. فالمال يبارك الله عز وجل فيه إذا كان المسلم يعرف حق الله تعالى، يعرف حق الله في هذا المال وينفق منه، والله عز وجل يربي الصدقات. وما نقص مال من صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم، المال لغت صدق اليوم إن شاء الله تعالى 5 10 50 100 200 لغت صدق في بيت الله عز وجل، اعلم أنه لن ينقص من مالك إن شاء الله تعالى، بل إن الله عز وجل سيبارك لك في مالك وسيرزقك من حيث لم يحتسب، من حيث لم تحتسب. والمال هو مال الله عز وجل، جعله الله بين يديك، فينظر كيف تعمل في هذا المال. فلا يخرج الواحد منا اليوم إن شاء الله تعالى إلا ويعطي صدقة في بيت الله تبارك وتعالى. وصلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم واقم الصلاة. استجيبوا من قلب غافل الله، ادعوا لأنفسكم لوالديكم للمرضى للموتى للمكروبين ولسائر المسلمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عديد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لدينا مزيد الله سمع الله لمن حمده الله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا Mm-hmm.